عودة من جديد لحلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية، وهنتكلم في الفقرة دي في حديث مطول عن دوري الأبطال، سواء دوري أبطال إفريقيا أو دوري أبطال أوروبا اللي الدنيا فيه ولعة بالمعنى الحرفي، وإحنا خلاص يعني في مرحلة نصف النهائي في المسابقتين. هنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في أولى الفقرات، الناقد الرياضي الأستاذ إسلام محمد. يا صباح الخيرات وأهلا بيك. يا صباح الفل يا كريم، صباح الانتصارات، صباح البطولات، صباح الفل يا نهاند. يا رب تكونوا بخير ودايما قناة الأهلي زي ما بنقول كده في حتة تانية، ودايما يا رب موفقين كده. بس ممكن اقول على حاجه طبعا بعد انك منورنا وبونجور، ربنا من الضيوف القلائل جدا اللي بيجوا لنا الصبح بيبقوا فريش، لان عاده بيبقى برنامج الصبح ده الناس تبقى جايه تقول لك انا وصاحي عشان خاطرك، والله والله ده انا جاي واللي يسقط في وسط الكلام وقاعد يعني بتحصل برضه عادي. انا مبسوطه ان انت جاي وفريش وصاحي، شكلك او انت من الناس بتصحى بدري. بصي تخيلي انت لما تكوني جايه بيتك وعندك شغف كبير جدا اتجاه المشاهدين الناس اللي بتستناك او بتتابعك في بيتك تحديدا قناه النادي الاهلي، وان انا كمان اكون موجود مع قامتين كبار كريم كوجك ونهاوند، فبجد ده شرف كبير. نورنا وسعدنا بوجودك وسعداء كالعاده. وعندنا بقى كلام كتير عايزين ندردش معاك فيه، نبتدي فين؟ افريقيا ولا نبتدي اوروبيا وزي ما تحب؟ بص ما ينفعش نبتدي غير لما نبارك الاول طبعا للنادي الاهلي على كاس السوبر طبعا كره القدم، ونبارك ايضا للنادي الاهلي على كاس السوبر الافريقي في كره اليد. يبقى نبتدي افريقيا والنبي ما هيرجع. عارف انت اللي هو ان الاهلي كل يوم بيمسي على جماهيره او بيصبح على جماهيره ببطوله، اعتقد الموضوع فارق بشكل طبعًا كبير جدا انك انت تاخد السوبر بالاداء اللي احنا شفناه برغم ضغط المباريات الكبير جدا. يا يعني نهاوند الاهلي تقريبا كل 3 4 ايام بيلعب مباراه وبيشارك من بطوله، بيخش في بطوله تانية مختلفة طبعًا تماما طبعًا. بيطلع من افريقيا بيخش في سوبر محلي، بيطلع من سوبر محلي بيرجع دوري. عملتوه وراه والله، تخيلي يعني قدر صعب بس قدر يشرف. هو ده قدر النادي الاهلي، قدر النادي الاهلي انك بتطلع من بطوله بتخش بالزبط في بطوله تانية تماما، بترجع للدوري المحلي بتخش في كاس مصر وبتفوز. انت مش بتشارك بس في معظم البطولات اللي انت بتشارك فيها، انت بتفوز. والكلام ده بلغه الارقام مش كلام احنا بنطلع نقوله يعني. لا طبعا لا 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 طبعا. بصي خليني اقول لك بس حاجه مهمه جدا ومعلومه مهمه جدا، احنا في شهر 5 النادي الاهلي لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي يا كريم هو اكتر نادي تتويجا بالبطولات على مستوى العالم في خلال بس النص الاول من 2023. الحاجات دي بتتنزل تخيل. ما تفتحش في الحته دي. تخيل انت لما تفتح كده على السوشيال ميديا اول ما تفتح وتلاقي النادي الاهلي صاحب اكبر بطولات على مستوى العالم في النصف الاول من 2023، اعتقد ده موضوع يعني موضوع مهم جدا طبعًا. انك انت بتبتدي كمان السنه ولسه عندك 6 شهور كمان في السنه ان شاء الله باذن الله تاكل فيها الاخضر واليابس زي ما احنا بنقول كده باذن الله. جميع البطولات اللي بتشارك فيها سواء بطولات في العاب الصالات او حتى في كره القدم هروح بعيد اهو طبعا صحيح. احنا قدامنا نموذج يعني طبعًا. الحقيقه خليني اقول لك يا كريم ان ديفيد ديفيز، تخيل انت سنه اولى مع النادي الاهلي محقق 3 ألقاب لحد دلوقتي، دوري وكاس وسوبر افريقي ومتاهل لكاس العالم للانديه. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. اي حد مجرد حتى لو بيمر من امام نادي الاهلي فرع الجزيره او اي فرع من فروع النادي الاهلي، اعتقد هو ممكن ياخد بطوله مجرد بس مروره ان من قدام النادي الاهلي. فما بالك تخيل انت بان يبقى في كاس بحجم السوبر الافريقي امامنا، وتخيل انت ما احلاه كمان ان هو جاي من منافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك طبعًا. فاعتقد الموضوع بيكون كمان له طعم مختلف. اكيد انا بتفق معاك. انا عايزه يعني هنتكلم طبعا عن السوبر الافريقي لليد وملابسات المباراه والكواليس وكله والتطور الملحوظ كمان مؤخرا مش بس في العاب الصالات عندنا، لا في كل الكيان خلينا نقول، او حتى في الاداء بتاع اللعيبه. انا مش هتكلم عن اللعيبه المحترفه فقط، انا هتكلم عن اداء اللعيبه اللي هي المحليه ولاد النادي اللي هم كانوا في ناشئين النادي الاهلي. دي نقطه. بس انا عايزه اروح معاك الاول لملف طبعا السوبر، لان انا عارفه انك ما سافرتش يا اسلام، بس اكيد تعرف ناس كتير وصحفيين وفي مصريين جم من دول مختلفه واهلاويه في كل حته وراحوا يعني ابو ظبي عشان يحضروا المباراه ويبقوا مع النادي الاهلي. الاجواء كانت جميله، مفيش حد رجع قال لك الاجواء كانت وحشه، استقبال كان جميل، الناس هناك بتتعامل بادب جدا، كل حاجه متيسره لك، تنظيم اكثر من رائع، حفل الختام كان جميل، حاجه مبهره بصراحه، الناس كلها مبسوطه. دي كلها حاجات حلوه. انا وكريم كنا بنتكلم في النقطه دي في بدايه الحلقه. حاجه مبهره يا نهاوند. تخيلي انت بصي الاهلي اي مكان بيروحه يا كريم
هو بيكون كرنفال، يعني ما بيكونش يوم عادي أيوة. خالص، لا بيكون كرنفال. تخيل انت ان الاهلي خلاص هو اتعود، هو اتعود على ان هو يروح الامارات ويرجع ببطولات، مش صح. مجرد ان صح. هو بيروح كضيف فقط لا غير. تخيل انت مجرد ما الاهلي بيحط قدمه في الامارات او في ملعب محمد بن زايد، اللي بالمناسبه آه الناس كانت الفتره الاخيره متشائمه منه، خاصه في بعض المباريات القليله جدا، لا قليله قوي اللي احنا يعني مش عارفه، بالعكس ده قليله صحيح. جدا قليله جدا ان احنا خسرناها بركلات الترجيح، وده امر وارد، وركلات ترجيح خلي بالك، وده امر وارد جدا. فالحمد لله انك انت تفوز وان الملعب يمتلئ كده بالجمهور في خلال يومين يا كريم، اعتقد الموضوع مش سهل. الجمهور عنده شغف هناك، الجمهور ما بيصدق نقولها بالبلدي كده، ما بيصدق طبعا. ان يلاقي النادي الاهلي هناك. شفت منظر الملعب هناك، وشفت كبار كل حاجه، واسر وناس كبيره في السن وناس من ذوي الهمم موجوده. صحيح صحيح يعني. صحيح. الموقف بقول لك كان حاجه مبهره، كرنفال يعني كرنفال في حب النادي الاهلي. الاستاد الملعب ممتلئ عن اخره من قبل المباراه بساعتين تقريبا او بساعه. الجمهور مستني لعيبه النادي الاهلي. تخيل انت ان كهربا ما بداش المباراه، ولكن مجرد نزول ارضيه الملعب تحس ان سفير النوايا الحسنه نازل ارض الملعب يحيي الجمهور. الحقيقه بصي المنظر كان مبهر جدا، وعنده كمان كاريزما شديده الخصوصيه كريم. كل الكواليس اللي جايه لي من هناك ان الموضوع كان ايجابي جدا. الاهلي من لحظه ما راح لغايه لما رحل من هناك، الحال الموضوع جميل جدا طبعا. على ذكر الكهرباء، تعالى بقى ندخل من الاجواء الجميله بشكل عام للتفاصيل بقى بتاعه الماتش ذات نفسه. صحيح. ازاي شفت ماتش الاهلي وبيراميدز، واكتر الامور اللي كانت لافته للانتباه من وجهه نظرك؟ بص هو كولر ضحك على الناس كلها تقريبا. ان هو ما يبداش بكهرباء والشحات، ويبدا بورقتين مختلفين تماما محدش كان ممكن يتخيلهم، ورقه زي الكندوسي والثانيه ايضا زي محمد شريف. يعني الجميع توقع ان هو يبدا بالتشكيل العادي بتاعه، ان كهرباء يكون متواجد وحسين الشحات يكون متواجد او محمد شريف يعني، أو محمد لكن ده كان ولكن فعلا الاقرب والاوقع ان هو هيبدا بكهرباء، هيبدا من حيث ما انتهى، يعني هيبدا من حيث ما بدا المباراه الاخيره اللي هي مباراه الرجاء يا كريم لو تفتكر. كانت العين كلها كانت متجهه لكهربا، وهينزل امتى وهينزل ولا لا. صحيح. لاعتبارات ثانيه كتير كانت. صحيح صحيح. تحس ان الناس كانت مستنيه ان كهربا ينزل، مستنيه اي حاجه لكهربا. تخيل انت ان كهربا في عز الازمات اللي هي بتكون متواجده، كهربا بيسجل، كهربا بيشارك طبعا. كهربا بيكون عنصر مؤثر طبعا. جدا كهربا بيحط جسمه كمان صح قوي، وبيترمي في المكان الصح وفي الوقت الصح طبعا. اللي هو المفروض ان هو كريم يترمي فيه ضربة جزاء 100%. انا بستغرب وبتعجب ازاي الناس بتقول مش ضربة جزاء. يعني انا بستغرب، هو مش الناس، هو احنا يعني كان البعض قال كده على فكره، زي ما البعض قال ان كان كرة بتاعت حسين الشحات كان فوت وبنالتي، هي كمان هي دي احنا كمان كان لينا ركله جزاء لم تحتسب بتاعت حسين الشحات. يعني اعتقد ان يعني الاهلي ليه ضربه جزاء صحيحه بتاعت كهربا، وكان ليه كمان ضربه الجزاء بتاعت حسين. تخيل ان السيناريو كان ممكن يتغير تماما. صحيح. الاهلي قدم مباراه كبيره، كهربا كل مرة بيثبت العكس، بيثبت ان هو مش سامع لاي حد خالص. هو مركز في الملعب، مركز في التدريبات، وده انا بشوفه بعناية كريم. اللاعب مش سامع اي حد خالص، مش شايف اي مشاكل خالص. كهربا عنصر مؤثر جدا في النادي الاهلي، واعتقد هيكون من العناصر المهمه جدا خلال الفتره الكبيره اللي جايه طول ما كولر موجود مع النادي الاهلي. حلو جدا. في كمان ماتش يوم الجمعه ان شاء الله مع الترجي، وبرده انا وكريم كنا بنتكلم في ده في الانترو، ان ربما هيكون من غير جماهير. صحيح. يعني لسه الموضوع لا يحسب بعد، بس بنسبه اكبر مش هيكون في جماهير، يعني رغم الاستئناف على القرار وغيره. هل هي نقطه قوه ام ضعف عدم وجود جماهير المنافس، ولا النادي الاهلي بيتعامل اصلا بشكل احترافي اكثر كمان مع الظروف اللي هي بتكون اصعب من هذا النوع، اللي هي مش على ارض وسط جماهير منافس، مش بتفرق معاك موجود او مش موجود جماهير، يعني المنافسين، فبتشوف ده ازاي برضو الامر؟ بص يا نهاوند، هو الترجي عليه عقوبه 4 مباريات، في مباراتين هيستأنف فيهم او مع ايقاف التنفيذ، ولكن بنسبه كبيره يعني بنسبه قد تتخطى 80% بالزبط. ان الاهلي هيلاعب الترجي بدون جمهور في بالزبط. ملعب رادس. ولكن لو جينا اتكلمنا بقى عن النقطه اللي انت بتتكلمي فيها المهمه جدا، وهي ان الاهلي خلاص هو اتعود ان هو يلعب امام جماهير، مش موجود بالظبط يعني، واصعب جماهير انك انت تلعبي قصادها سواء جماهير المغرب تحديدا او عموما تونس او الجزائر، هم دول اصعب ثلاث منافسين انت كجماهيريه يعني ممكن تقابليهم، وكفرق وكمنتخبات على فكره. شفنا الاهلي لاعب يا كريم الرجاء المغربي، كان الملعب تقريبا مركب محمد الخامس كان متقفل،
ما حسيتيش بالضغط. الاهلي بيقدر يمتص الجماهير خاصه في اول 25 دقيقه، ودي بتبقى حاجه مهمه جدا. ان الترجي كمان يخسر من الافريقي امبارح، اعتقد ده كمان هيكون عامل مؤثر بالسلب على الترجي وعامل ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي جاي منتشي بلقب السوبر، السوبر المصري. الاهلي جاي منتشي كمان بان هو فارق عن اقرب منافسيه في الدوري ده، وطبعا غير المباريات المتبقيه للنادي الاهلي هتوديه في حته ثانيه خالص، قد يحسم البطوله مبكرا بشكل كبير جدا. فاعتقد عامل الضغط هيكون على فريق الترجي، مش هيكون ابدا يا كريم على فريق النادي الاهلي. والاهلي خلاص هو اتعود، ملعب رابز ده تحس ان هو ملعب استاد القاهره بالنسبه للنادي الاهلي. مش ممكن تجيب نتيجه عكسيه يعني على صعيد فريق الترجي، نتيجه الهزيمه اللي هو اتهزمها امبارح ونتيجه الاحداث اللي مر بيها في الفتره الاخيره، هو كمان اكيد حابب يصالح جماهيره. بص دي نقطه. النقطه الثانيه ان بشكل عام وبعدين شمال افريقيا جنوب افريقيا ايا كان الفريق اللي بيلعب النادي الاهلي وايا كان مستواه في الدوري المحلي اللي هو بيلعب فيه، بيجي قدام الاهلي والوضع بيتغير. طبعا اصل انت بتلعب النادي الاهلي، تخيل انت ان اي فريق بيلعب النادي الاهلي الموضوع بيكون مختلف معاه تماما. بص انت ممكن يا كريم تشوف فرق بتخسر من اي فرق تاني حتى لو قللت المستوى، يعني لو في المستوى لو تحس ان الفوارق كبيره جدا. يعني ممكن نلاقي مثلا فريق قوي جدا بيخسر من فريق في المركز ال 13 او ال 14. حصلت كتير في كل الدوريات على فكره، فاهمني؟ فده امر طبيعي. لكن تخيل انت لما بتيجي تلاعب النادي الاهلي الموضوع بيكون مختلف جدا. لا قدر الله فوز اي فريق على النادي الاهلي ده بيكون بطوله في حد ذاته. طبعا فما بالك انت بتلعب في بطوله تشامبيونز ليج، بتلعب في دوري ابطال افريقيا. الترجي والنادي الاهلي مباراه كبيره جدا، خلاص المراحل النهائيه منها كمان وفي النوك اوت. تخيل انت ان الاهلي بيكون شكل تاني في المجموعات وبيكون شكل مختلف تماما في مباريات النوك اوت، خروج المغلوب. شفنا الاهلي في دوري المجموعات كان بيمشي على سطر وبيسيب سطر طبعا نظرا لضغط المباريات والسفر رايح جاي ما بين افريقيا وما بين غرب افريقيا وشمال افريقيا وما بين القاهره وما بين مباريات الدوري والكاس وما بين السوبر، يسافر الامارات ويرجع تاني. فاعتقد اللي عمله كولر الفتره اللي فاتت موضوع الروتيشن ده كمان مهم جدا، انك انت تريح كهربا، ان كمان ورقه مهمه جدا زي ورقه احمد عبد القادر ترجع في التوقيت ده. خلي بالك عنصر مؤثر جدا في سكواد مارسيل كولر احمد عبد القادر تحديدا، انك انت كمان تدخل خالد عبد الفتاح وتريح محمد هاني. انت بتلعب السوبر يا كريم وباصص على مباراه نصف النهائي. عشان كده انا كل مره بكون متواجد سواء هنا او في اي مكان بقول ما تخافش على الاهلي طول ما موجود مارسيل كولر. انا رايي على فكره كده استاذ كريم، انا بشوف ان الراجل ده من بجد المدربين الاذكياء جدا اللي هو الاهلي. الراجل فعلا اولا اول ما جه قدر ان هو يعيد تاني الروح في الفريق، قدر ان هو يرجع تاني مستويات مختلفه للعيبه كانت شويه مستواها قل في فترات ما او في كذا ماتش يعني ورا بعض. لا رجع تاني الروح، شفت اللعيبه بتتالق تاني. احنا كنا اصلا كجماهير ممكن نكون كان راينا في بعض اللعيبه لا ده بقى يريح شويه، بقينا نقول لا ده يرعب اكتر لانه رجع مره تانية. المشهد اللي احنا برضو شايفينه من المشاهد اللي حارس والفرحه اللي فيها عم حارس او عم حارس عايز كاميرا تمشي معاه لوحده. عم حارس ده تاريخ، طبعا ده تاريخ بجد. ده عظمه النادي الاهلي يا كريم. طبعا انا في لقطه كمان يا ريت لو زملائنا في الاعداد يجيبوها لنا، اللقطه بتاعت الكابتن سمير عدلي قبل ما يطلع على المنصه لو موجوده يا جماعه يا ريت حد يجيبها لنا، لان لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني للنادي الاهلي صمم ان هو يطلع قبليهم، يطلع الاول. هو ده النادي الاهلي وهي دي الحاجات اللي احنا يعني دايما متعودين عليها في النادي الاهلي. والجمهور الجميل اللي احنا شايفينه ده في الامارات اللي كان مستني النادي الاهلي بكل شغف، اعتقد ان هي كانت ملحمه كرويه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. السوبر هو السوبر دايما بيروح للسوبر، والحقيقه النادي الاهلي دايما سوبر في المباريات الكبيره. ما تخافش ابدا عن النادي الاهلي في المباريات الكبيره، ممكن تخاف عليه في دور المجموعات، ولكن عندما يتخطى دور المجموعات من اي بطوله مشارك فيها اعتقد الموضوع بيكون مختلف يعني تماما. مبدئيا كده مش قلقان من اي مش حاجه قلقان خالص ماتشين الترجي اللي جايين خالص بدايه كلام كده. بكل امانه انا مش قلقان على الاهلي طول ما موجود مارسيل كولر. الحقيقه الراجل بيفكر خارج الصندوق، محدش ابدا كان يتوقع ان هو يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه في مباراه السوبر، ولكن الراجل بيلعب مباراه السوبر وكل تفكيره يا كريم في مباراه نصف النهائي المهمه جدا. خلي بالك اصل انت دوري ابطال افريقيا ده هتوديك كاس العالم للانديه، هتسطر تاريخ كبير جدا، انت بتضع المنافسين في مأزق كبير جدا. مين هيقدر يحصلك؟ ما اعتقدش ابدا ان حد ممكن يقدر يحصلك خلال
الاربع خمس سنين اللي انت اخدت فيهم انت تقريبا. اي هي دي اللقطه اللي انا بقول لك عليها. انت بس تؤمر، احنا معانا مخرجنا الكبير دكرور. انا بشكرك يا دكرور الحقيقه على اللقطه دي. هي دي اللقطه اللي هي هو ده النادي الاهلي يا كريم. طبعا. هو ده يا نهوان. تخيل انت تاريخ كبير. طبعا تاريخ كبير. اللقطات دي والحاجات دي ما بنشوفهاش غير في النادي الاهلي بس. صحيح. بحييك بجد يعني، بحيي فريق الاخراج والاعداد. لقطه عظيمه جدا. هو ده الروح، هي دي الروح اللي احنا بنشوفها دايما في النادي الاهلي. الاهلي بيدي دروس. انا على واحد من الناس في لقطات كانت مجمعه من النوع ده، انا كانت عيني رايحه على طول. دي على ارجع اقول لك على عبد الحارس وفرحه عبد الحارس الجميله اللي كانت بتعبر عن فرحه كل الاهلاويه. صحيح. الاهلي دايما بيدي دروس الحقيقه في كل مواقفه، بيدي دروس حتى وهو طالع على منصه التتويج. خلي بالك بيدي دروس الحقيقه. في انديه ثانيه احنا بنشوف سواء هنا او بره بنشوف الحقيقه بيتهافتوا على الطلوع على المنصه، ولكن خلاص هو الاهلي اتعود ان هو يطلع على المنصه. ما عندوش اي مشكله. فعشان كده بقول لك ما تقلقش على الاهلي. مجلس اداره قوي، مجلس اداره بيدعم فريقه، مجلس اداره بيدعم مدربه. الاهلي الفتره اللي جايه كريم اعتقد هيكون في حته ثانيه خالص. عايز اسالك على حاجه ليها علاقه بالحاله العامه. صحيح. انت كنت من شويه بتقول ايه، مين هيعرف يحصلك؟ صحيح. ما في ناس كتير من اللي مش عارفه تحصلك بتحاول تكسرك. صحيح. فاهم ازاي؟ ليه؟ انا بقول شعر اهو. حلو. اللهم صل على النبي. صحيح. لا بس بكلمك بجد والله، ليه احنا ما عندناش الحميه بتاعت ان الوضع العام في كره القدم المصريه يكون سوي؟ مش هقول لك نموذج. بص أنا اللي مش عارف يوصل لك على الاقل يشتغل على نفسه، مش يحاول ينزل منك انت. ليه التوجه ده بقى ملحوظ قوي في الفتره الاخيره، وحتى من كيانات المفروض ان هي اكبر من ان هي تنزلق في حاجه زي لان كده. هو بيفكر فيك انت، هو مش بيفكر ازاي يحصلك، هو بيفكر ازاي يحاول ان هو يوقعك. ولكن لو جينا اتكلمنا، النادي الاهلي عمره ما يقع. النادي الاهلي كيان، النادي الاهلي من 1907. النادي الاهلي عمره، شوف بقى، من 1907 لحد دلوقتي مين حاول كم مره وباساليب مختلفه وبطرق، خلاص محدش يعني. محدش هيعرف. هي مشكله الناس دي، هي مشكله عندهم هم. ولكن تخيل ان الاهلي ماشي في طريقه. الاهلي ماشي في طريقه، الاهلي مكمل. دي حقيقة. في طريقه سواء هنا، وبيخلي بالك ده الموضوع كمان بيبقى من هنا اكتر من بره. الموضوع بيبقى من هنا اكتر من بره. هو بيبقى تقريبا من هنا. صحيح. تقدر تقول كله من هنا. صحيح. ولكن الموضوع مختلف تماما. الاهلي ما بيفكرش، الاهلي عينه على الهدف اللي هو ماشي عليه. ده اسلوب اي شخص ناجح، مش بس يعني النادي الاهلي بيبقى هو بياخدوا خطوه. اي شخص ناجح، الناس الناجحه لا تلتفت. هو ده اللي فارق. على الارض ده فارق. هو ده اللي فارق النادي الاهلي عن اي حد تاني يا كريم. هو ده اللي فارق النادي الاهلي. ومحدش هيعرف، ما حدش هيعرف ان هو يهز النادي الاهلي يا جماعه. ده عارف انت لما بتيجي تبني عماره كده بتبني اساسات من تحت. هو طبعا. الاهلي، هو الاهلي ده هو الاساس. صحيح. صحيح. هو الاساس وبعد كده بتبني عليه. لما تتفرج على مثلا اي برنامج رياضي او استوديو تحليلي لاي دوله من دول العالم العربي او الشرق الاوسط، صعب قوي تلاقي كيان بيتكلم على كيان تاني. صحيح. بنفس كواليتي الكلام اللي بيتقال على النادي الاهلي. طبعا. هنا طبعا. في برامجنا على ارضنا في بلدنا. عايز تحس بقيمه النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي الحقيقيه، هتلاقيها جايه لك من بره. هتلاقي ان الكل بيتمنى ان الاهلي يروح يعمل مباراه عنده. بس عنده، بس ان الاهلي بس يروح زياره هناك. تخيل انت. انا بس عايز اسال سؤال واحد فقط لا غير يعني. تخيل انت ان الاهلي مش موجود في مصر. تخيل ان مفيش فريق النادي الاهلي. كانت هتبقى السعاده منقوصه بقدر مهول. لان هو مصدر سعاده لناس كتير. خلي بالك دي حقيقه يا كريم. في ناس بتتنفس النادي طبعا الاهلي. طبعا. مش مجرد عاشقه ليه. الاهلي بيغير مود كل الناس. صحيح. كل الناس. مش انا بخلي بالك انا هنا ما بتكلمش. الجمله دي برضو ما جاتش من فراغ. ولا طبعًا. في غيره يفرحنا. طبعا انا ما بتكلمش هنا عن جمهور النادي الاهلي بس. لا حقيقه بجد الاهلي بيغير مود كل الناس. الاهلاويه طبعا بتبقى فرحه عارمه. واعتقد المنافسين الموضوع برضو النفسيه بيبقى الموضوع بيغير مودهم الحقيقه. صحيح. فلا يعني اعتقد ان الاهلي الفتره اللي جايه زي ما بقول لك ماشي خطه ثابته جدا. عندك دوري ابطال افريقيا، مباراه الترجي انا شخصيا مش قلقان منها. الاهلي مش صعب خالص ان هو يروح كمان يكسب الترجي في ملعب رادس. انا مش قلقان من المباراه. وخلي بالك الاهلي وكولر بيفكر
في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، بيفكر ازاي ان هو يربك حسابات الترجي قبل ما يجي لك القاهره هنا. اعتقد ان هدف هناك، هدف هناك اعتقد هيفك كل الطلاسم، هيفك كل المشاكل أكيد. ان انت ممكن تواجهها هناك في ملعب رادس. وزي ما قلت لك ملعب رادس بقى دايما وش السعد على النادي الاهلي، زي ما صن داونز وش السعد على النادي الاهلي في كل مجموعه بيكون متواجد فيها الحياه مع النادي الاهلي. غريبه قوي القصه دي، يعني كده ما بتبقاش ليها يعني ترجمه. على كل حال قبل ما نروح لملف اخر، انا عايزه بس اروح معاك برضو النقطه يعني لفتت نظر العديد، فكره هنا ان لو هنتكلم عن جماهير الانديه المختلفه طبعا. في العالم كله مش في مصر بس. صحيح. هتلاقي الجماهير ممكن يكتفوا ان النادي بتاعهم يحصل مثلا على البطوله السنه دي وبيقعدوا عليها سنتين ثلاثه اربعه، يعني ما بيبقاش الجماهير عندها مشكله. تعالى بقى قارن ده بالنادي الاهلي والجماهير، احنا ليه عندنا الوضع مختلف تماما؟ احنا خدنا مثلا فاكر وقت الثلاثيه طبعا. قال لك يلا اللي بعده التاسعه، طب العشره، العشره طب ال11، فهو ايه ده؟ يعني فكره ان انت يبقى عندك جماهير برضو بتعشقك لدرجه ان هي مش قابله ان انت في بطوله في موسم ما ما تاخدهاش، ماليش دعوه بقى انت مضغوط، ماليش دعوه بقى الجدول مش عارف، ماليش دعوه اصابات، انا عايز الفريق بتاعي اللي انا شايفه يستحق ده بيحصل على كل البطولات، ده مش موجود في العالم كله. صحيح. بصي هو ده قدر من يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. اي لاعب بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي الشخصيه، خلي بالك الاهلي دايما يا كريم بيدور على الشخصيه. في لاعبين كبار جدا ولكن ما ينفعش شخصيتهم مع النادي الاهلي. الاهلي دايما بيدور على اللاعب الشخصيه، اللاعب اللي يقدر يتحمل الضغط الجماهيري الكبير جدا. طبعا. انت هنا لما بتتكلم على جماهير الاهلي في مصر بس، لا الموضوع مختلف، ما فيش مقارنه مع اي نادي تاني، مع احترامي لكل الانديه، ولكن جماهيريا ما فيش مقارنه على الاطلاق. طبعا. على ارض الواقع انا بتكلم، ده بينتج عنه ضغط كبير، فده بالتالي بينتج عنه ضغط كبير زي ما انت ما قلت اتجاه اللاعبين. فالاهلي دايما بيفكر على اللاعب الشخصيه، ممكن لعيبه مهاريه بشكل كبير جدا ولكن الكواليتي بتاعها والشخصيه بتاعتها النفسيه ما ينفعش مع النادي الاهلي، فبالتالي ما بتلاقيهوش في النادي الاهلي. ولكن زي ما نهواندا قالت واحنا اتكلمنا في بدايه الحلقه لو تفتكر، لما قلت لك الاهلي بيصبح على جماهيره وبيمسي على جماهيره ببطولات، فخلاص هو الاهلي عود جماهيره على كده. انت عارف فايلت كان مره كان ليه تصريح يعني هو عجبني بصراحه، لما جاء قال لك ايه، هو جماهير النادي الاهلي عايزه تكسب على صحيح. طول قال لك احنا حتى لو بلاي ستيشن صح. لو حضراتكم فاكرين قال لك لو بلاي ستيشن ده مش هيحصل مفيش. فهي دي فعلا الروح اللي احنا عايزينها، مش بس للعيبه، للمديرين الفنيين اللي بييجوا يبقوا فاهمين المنتاليتي ان ده الجماهير بتاعتك، هي دي جماهير النادي الاهلي. انا اكتر حاجه استوقفت عنها الايام اللي فاتت دي ان كولر بقى بشكل كبير قوي درس افريقيا خلاص. انا حاسه بقى واحد مننا والله. هو ده تحسه زينا خلاص. تخيل يعني. تخيل انت بيلاعب فريق من شمال افريقيا، وانت ونهواند اكيد عارفين وكل الساده المشاهدين عارفين فرق شمال افريقيا بتتعامل ازاي معاك. هو خلاص هو بقى يتعامل معاهم كاني هو فريق من المغرب او من تونس او من الجزائر، بيتعامل معاهم بشكل طبيعي جدا، كان المباراه في القاهره، خلي بالك هو كان ما بيلعبش في المغرب، بيتعامل معاهم جيم عادي جدا، بيعرف ازاي يستغل انصاف الفرص اللي بتجيله. ده ناتج عن سمات شخصيه في تركيبته هو، ولا ناتج عن انه بيعكف على الدراسه وبيجيب فيديوهات ويشوف ويقيم ويكتب على جنب نقاط القوه والضعف؟ يعني هي عايز اقول يعني دراسه الخصم اعلى ولا بتبقى سمات شخصيه في المدير الفني؟ بص ما ينفعش ان احنا لما نيجي نتكلم عن كولر نفصله ابدا عن الجهاز اللي موجود معاه، كابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سامي قمصان، خلي بالك الثنائي دول تحديدا ليهم دور كبير جدا جدا طبعا. جدا مع مارسيل كولر طبعا. في حته افريقيا بقى في موضوع افريقيا ده تماما، اعتقد ان الناس اتكلمت معاه، الكابتن سيد عبد الحفيظ بكل تاكيد اتكلم معاه، كابتن سامي قمصان ايضا بيشتغل بشكل كبير. خلي بالك لما باجي اتكلم عن حد هنا او بره او في اي مكان بكون متواجد فيه، لان انا بشوف ده بعناية للامانه، انا بشوف ده بعناية في ارضيه الملعب سواء في تدريبات او حتى في المباريات الرسميه. فاعتقد ان الثلاثي اللي احنا بنتكلم عليهم دول هم عنصر مؤثر جدا في المنظر اللي احنا الجميل اللي احنا بنشوفه من النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، سواء في افريقيا في دوري ابطال افريقيا او حتى في السوبر، بنشوف روح جميله جدا، الروح دي ما بنلاقيهاش غير بالفعل في النادي الاهلي. فاعتقد ان عليهم عامل بشكل كبير جدا ان هم بيتحدثوا مع الراجل على طول، المنافسين كمان، ياسين المكاري ايضا محلل اداء الحقيقه، الراجل ده شغال بشكل كبير جدا مع مستر مارسيل كولر. فاعتقد هي منظومه كامله، اداره
جهاز فني، لاعبين. عشان كده احنا دايما ما بنخافش على النادي الاهلي الحقيقه. وزي ما قلت لك وباكد لك، انا مش قلقان خالص في مباراه الترجي اللي جايه. باذن الله الاهلي يعدي منها. مباراه بقى الوداد وصن داونز دي هتكون هيكون موضوع مختلف. طيب تعالى كريم انا وانت برضو نروح، لان احنا اكيد حابين نروح انا وكريم معاك يا اسلام لدوري ابطال اوروبا. وعندك ريال مدريد ومانشستر سيتي. تقطيع ده يوم الثلاثاء يعني ماتش تقطيع، والواحد مش عارف يشجع مين بالمناسبه. يعني انا بحب مانشستر سيتي وبحب ريال مدريد، بس غالبا حميل لمانشستر سيتي عشان ريال مدريد عندنا طار معاه برضو. بص زي ما كنا بنتكلم على النادي الاهلي، البطولات بتروح للي بيحبها، وريال مدريد بيعشق البطولات وبيعرف لو دوري الابطال بالذات. صحيح، هي دي. عشان كده انا ربطت ما بين الاهلي في دوري الابطال، ان هو بيكون في دوري المجموعات حاجه، وبيكون في مباريات النوك اوت تحديدا حاجه تانية مختلفه تماما. يعني شايفين الترنح اللي ماشي عليه ريال مدريد في الدوري، ولكن في الشامبيونز ليج الاوروبي الحقيقه ماشي بخطه ثابته، وقطر ماشي محدش عارف. بس هو هيواجه قطر ما يقلش، هيواجه قطر ما يقلش. سيبك من مانشستر، بكلمك على هالاند لوحده. هالاند طبعا ده لوحده قطر فظيع. ما نحسش ان هو لاعب كوره، يعني انا بحس ان هو ريبوت، يعني حاجه حاجه الحقيقه. بس اعتقد امام ريال مدريد بيتوقف كل ده. يعني انا من خلال متابعتي لريال مدريد، هتقول لي هالاند، هقول لك ان ريال مدريد ايضا عندها خط دفاع حديدي تحديدا في الشامبيونز ليج. خلي بالك هو زي ما قلنا بيمشي على سطر في الدوري، ولكن في الشامبيونز ليج هو موضوع مختلف تماما. ولكن هتكون مباراه كبيره جدا. تخيل انت المان سيتي جوارديولا، المان سيتي دايما ممكن نشوفه بياخد، ما فيش مشكله لو خد الدوري الانجليزي، ولكن عنده مشاكل في دوري ابطال اوروبا زيه زي انديه كبيره برضه. حتى لو في مصر هنا هتلاقي انديه بتصرف مبالغ كبيره جدا، ولكن ما عندهاش بطولات، يعني ما بتاخدش بطولات. هي ممكن تلاقيها في المراكز الثالث الرابع الخامس، ولكن عندها مشكله ايضا في البطولات. كان احنا مش فاهمين قصدك على مين يعني. حويط كابتن ازاي، خلي بالك حويط حتى بتبدا بحرف ب. يعني طب ما حضرتك بتتكلم بارقام، احنا مش بنتكلم على حد، احنا بنقول بلغه الارقام. هي دي ارقام فعلا. بالمناسبه هي دي مش لوحدها ظاهره يعني تستحق الدراسه طبعا. فكره ان انت عندك كتيبه، يعني انت عندك سكواد مدجج. طب طبق على بي اس جي يا كريم برضو لما هو ده نفس القصه. صحيح، بس طب يعني ده نتيجه ايه؟ ما انت عندك لعيبه عالميه بالمعنى الحرفي، ايه اللي منعك بقى عن البطولات؟ بالرغم خلي بالك ان المان سيتي لو جيت بصيت له جماهيريا عنده جماهير كبيره جدا. البي اس جي ايضا في فرنسا عنده جماهير كبيره جدا، ولكن هي بتبقى سمات شخصيه في الفريق نفسه يا كريم. بتبقى ايضا سمات شخصيه في الاداره نفسها. عارف انت الاداره اللي هي يعني عارف انت نشاتها وميلادها ان هي طالعه بتاخد بطولات. هو خلاص هو اتعود على كده، يعني من 1907 لو جينا اتكلمنا عن النادي الاهلي هو اتعود ان هو ياخد بطولات. ولكن لو جيت بصيت على البي اس جي او المان سيتي، هم الحق الفتره الاخيره هم عاملين طفره فقط لا غير. حتى بتلاقيهم بيستقطبوا لعيبه كبيره جدا تحديد. طبعا بيستقطبوا لعيبه جدا وبمبالغ كبيره جدا طبعا. ولكن في الشامبيونز ليج الاوروبي الموضوع بيبقى مختلف تماما معاهم. عشان كده بقول لكم ان دوري ابطال اوروبا ليه فرق معينه. ريال مدريد لو جيت اتكلمت على ريال مدريد، الليفربول بيجي من بعيد وممكن سنه او سنتين وبعد كده بيختفي. برشلونه ايضا بيجي من بعيد وبعد كده بيختفي. ولكن لو جيت قارنت ريال مدريد بالنادي الاهلي، تخيل انت بص هتلاقي كفتين كبار جدا. واحد بياخد الشامبيونز ليج الافريقي وخلاص هو اتعود على كده، بياخد العشره وبيدور دايما على ال 11. ايضا ريال مدريد لو جيت بصيت بطل اوروبا، اعتقد الكبار دايما بيقابلوا الكبار، بيصطدموا. هو دايما لما بيتقال على فكره اسم النادي الاهلي طبعا يكون بصدد مقارنته بفريق تاني بره مصر، دي حقيقه. ما بيتقالش غير ريال مدريد طبعا، دي حقيقه يا كريم، دي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها ابدا. ولكن هتكون مباراه كبيره. مانشستر سيتي بيلعب ريال مدريد، انشيلوتي جوارديولا اثنين يعني كوتشينج كبار جدا جدا على الخطوط. فاعتقد المباراه هتكون عظيمه جدا، المباراه هتكون كبيره. ده طبعا تدريب لقطات تدريب ريال مدريد. الفريق بص يعني مدجج بالنجوم، ما تحسش ان في اي نواقص. يعني كريم بنزيما طبعا متوهج معاهم، كورتوا
اللي طبعا عملاق يعني بص طبعًا. يعني لو جيت اتكلمت بص يعني احنا دايما بنقارن محمد الشناوي دلوقتي لما بنقارنه يعني احنا نمسك الخشب الحقيقه محمد الشناوي كان مؤثر جدا جدا طبعًا. جدا في مباراه السوبر بصراحه محمد الشناوي ايضا اللي الناس ما خدتش بالها منه في مباراه الرجاء المغربي وركله الجزاء اللي اضاعها فريق الرجاء محمد الشناوي كان عامل مؤثر جدا جدا فيها لو تتذكر اللقطه من بدايتها وقفه محمد الشناوي مع اللاعب قبل ما يسدد الكوره تحركاته على خط المرمى ايضا قبل ما اللاعب يسدد الكوره اربكت حسابات اللاعب بقى داخل مش عارف هيحطها فين عشان كده شفناها في القائم اعتقد ان محمد الشناوي كورتوا دايما بيقارن الاهلي بريال مدريد الموضوع انا هوند بجد الموضوع حاجه عظيمه جدا حلو طيب عندنا برضو قطبي ميلانو طبعا والمواجهه الكلاسيكيه زي ما بيطلق عليها يعني صحيح. طبعا ايه بقى بصي ميلانو دايما الانتر والاي سي ميلان الحقيقه دايما بتلاقيها مواجهات كبيره جدا زي ما بنشوف ديربي مدريد ما بين الريال وبرشلونه زي ما بنشوف الديربي هنا مثلا اهلي وزمالك الفتره الاخيره طبعا احنا ما بنتكلمش دلوقتي ان اهلي وزمالك اول وثاني احنا بنتكلم على الفتره الاخيره لان الزمالك دلوقتي في المركز تقريبا الخامس او الرابع نتمنى له طبعا ان هو يستفيق سريعا عشان برضه نلاقي حد دايما نفسه طويل معانا لان في فرق انت بتلعبيهم يعني فرق مثلا في سواء في المركز الثاني او الثالث دايما الفرق دي ما بتكونش نفسها طويل مع النادي الاهلي فنتمنى الاستفاقه لان هو المنافس التقليدي بتاعك دايما فاعتقد ان ديربي ميلانو اعتقد هيكون ديربي قوي جدا دايما بنشوف الكره الايطاليه بص لا تكهنات يعني ده سواء تلاقي الاي سي ميلان فايق جدا ولكن مره واحده تلاقي الانتر هو اللي بيفوز والعكس بس معنى السؤال اللي مكتوبه لك ايه بقى عشان ما فهموش يعني فكره هنا اي سي ميلان او قطبي ميلانو وفكره برضو الدوري الايطالي وانا وكريم اتكلمنا في النقطه دي من الاول فكره العوده مره ثانيه فكره الكره الايطاليه صحيح اللي غابت فتره كانت ممتعه قوي 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 وبعد كده حصل دروب ومش دروب قليل يا كريم دروب فوق ال 20 سنه فانت بتتكلم فالعوده مره ثانيه ومن خلال كمان الانديه بتاعتها اللي هي التوب يعني يوفي لا في حاجه متغيره فايه بقى اللي حصل ايه الطفره دي سببها التقدم اللي حصل العوده مره ثانيه ده سببه ايه من وجهه نظرك يعني بتشوفه هل هي اداره ولا هو سيستم هو يعني سيستم يا هوند الحقيقه هو سيستم يعني في كل منظومه ناجحه يا كريم الحقيقه الفترات اللي فاتت كنا دايما بنتكلم عن الدوري الانجليزي دايما بنتكلم عن الدوري الاسباني بالزبط. الالماني كمان دخل مؤخرا في الدوري الايطالي كنا على طول بنصنف الدوري الانجليزي ثم ياتي بعد منه الدوري الايطالي لو طبعًا. الفترات اللي فاتت الحقيقه الفتره اللي فاتت بدات الاداره الايطاليه واللي يشتغلوا الفتره اللي فاتت على القصه دي عشان كده رجع الميلان رجع الانتر ورجع الاي سي ميلان كمان بيعمل سكواد الفتره اللي فاتت قوي جدا الانتر ميلان كمان ماشي بخطه ثابته الفتره اللي فاتت اليوفي هيخش كمان معاه مجرد فكره رجوع الدوري الايطالي حاجه مبهجه تبسط كل عشاق كره القدم نتمنى بقى النادي الكبير قوي اللي يعود مجددا هو نادي بارما الايطالي الحقيقه النادي ده كبير جدا النادي ده كان ليه امجاد طبعا كان عامل طفره كمان في الدوري الايطالي وكان ند قوي جدا لكل الفرق الكبيره سواء الانتر او الاي سي ميلان او اليوفي فاعتقد وجود الدوري الايطالي على الساحه القرويه العالميه احنا بنستمتع بالحياه اليوم في طبعا بنستمتع فكره ايام باولو مالديني طبعا باولو روسي باولو روسي وباولو مالديني كل توتي يا كريم الحقيقه ديل بيرو الحقيقه دايما الكره الايطاليه ولاده بالنجوم يعني انت ممكن تقولي نجم وتنسي فاعتقد لا يعني الكره الايطاليه وجودها هي حاجة ممتعة جدا بجانب الدوري طبعا الانجليزي بجانب الدوري الالماني وليه شعبية يعني عشان بس الوقت طبعا بس لو تتفقوا معايا في النقطة الأخيرة دي الدوري الإيطالي ليه شعبية كبيرة جدا يعني اللعيبة بتاعتهم عالميا محبوبين طبعا شوف احنا حافظين أسماء من أيام كأس العالم صحيح حاجة و90 فأنت بتتكلم إن لأ اللعيبة الناس حباهم ليهم شعبية كبيرة احنا في مصر بنحبهم تحديدا كمان الإيطاليين فكأس العالم وقت ما فازوا بيه عايز أقول
لك ان معظم الدول العربيه كانت بتشجع ايطاليا احنا مثلاً. كمان احنا كمان بنحب ايطاليا اكتر. ليه؟ لان انت اول فوز على المنتخب يعني احنا فزنا على منتخب ايطاليا بهدف محمد حمص الشهير في كاس القارات لو تفتكري البطوله اللي احنا عدالة في السماء نزلت على انت نورتنا كابتن اسلام وان شاء الله نشوفك على خير قريب. ربنا يخليك كريم. انا اللي كنت مبسوط ان انا موجود معاك ومع نهاوند ومع بيتي بقى قناه النادي الاهلي. بشكرك وبشكر فريق الاعداد والاخراج هنشوفك تاني بس صباح الفل عليك وصباح الانتصارات دايما. صباح الفل عليك وان شاء الله نشوفك على خير. ان شاء الله فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل ضيفنا في تاني واخر فقرات الحواريه. خليكم معانا.